أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. يستمر التصعيد الإعلامي وتبادل الاتهامات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، حيث نشرت منصات مقربة من الإطار التنسيقي تسجيلا لمكالمة هاتفية قالوا إنها دارت بين قادة التيار الصدري، وهم كل من حميد الغزي الأمين العام لمجلس الوزراء ومصطفى اليعقوبي رئيس الهيئة الاقتصادية في التيار الصدري. وبحسب كلام مصطفى اليعقوبي الذي يوضح فيه حول نفسية مقتدى الصدر ويصفه بغير المستقر على انفعالاته وتصرفاته، لدرجة أن اليعقوبي خائف من مقتدى ومن تصرفاته، ويطلب في المكالمة من القيادي الصدري حميد الغزي الاستعانة بجعفر الصدر للتدخل للسيطرة على تصرفات مقتدى الصدر. وبحسب المكالمة فإن الغزي يقول لليعقوبي: ثورة ضد من؟ هل لدينا نظام ديكتاتوري؟ يتساءل طبعا لم يتسنى لنا التأكد من صحة المكالمة بين اليعقوبي والغزي أو زمن المكالمة. طبعا في تغريدة للصدر على تويتر رفض من خلالها لقاء من وصفهم بالفاسدين خلال الزيارة الأربعينية. دعونا نتابع هذا التسجيل المتداول على منصات التواصل الاجتماعي في العراق فلنتابع. النسبة اللي من عندي قل الموضوع ما يتحمل تأخير. صاحبنا كل ساعة يريد يسوي له شغلة، كل ساعة لازم الورقة والقلم مالته ويكتب. ما مستقر وضعه، ما مستقر، ومن ما يستقر وضعه يطلع شغلات ما أنزل الله بها من السلطان. فمو مال انه يحكي ويا سيد جعفر يقول له ايه، يقعد وياه قعده يقول له هذا بلد بمسؤوليتنا، وانتم آل الصدر باشر عقبه، ما يقولون بس مقتدى الصدر، باشر عقبه يقولون كل آل الصدر، اي شيء راح يصير يعصب راس آل الصدر. والان سيد جعفر، قبل سيد جعفر ما له علاقه، الان لا، هو قاعد بالسلك الدبلوماسي وموظف بالدوله، وال يعني هم عليه مسؤوليه تقع على عاتقه. هو ما عنده شيء، ما عنده نية باشر عقبه وال ينزل شيء، يعني عليه مسؤوليه تقع على عاتقه. والله حجي ما ادري، ما اعرف. اليوم كتب ما يقدر ينزل يدعو الناس للزياره بعد الزياره الأربعينية، لان وادم حتى تدري على الزياره وما حد يطلع. ماكو زيارة، شنو يقول لك زيارة؟ انه الحسين هو طلع ثائر، انا طلع ثائر بايام يعني من ثائر، يعني شنو ذا ديكتاتورية؟ ماكو زيارة، انه الحسين هو طلع ثائر، انا طلع ثائر بايام. اقول لك على شنو مثل غير انتخابات؟ هاي دماء جاي تراقب الشوارع، قتل، شو اسمه، قتل يومي على شنو يعني؟ مثلا يعني مثلا هذا هو والله احصائيه الشرطه، دماء جاي تراقب الشوارع اكثر قتل، يعني هذا يمكن كتله الشرطه، منو كتله يعني؟ كتل بروحه يعني. طبعا في سياق متصل قال القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي بان دعوات التيار الصدري بشان العوده الى الشارع هي دعوات كارثيه كما وصفها، وبين بأنهم ماضون في تشكيل الحكومة رغم الظروف الحالية. بالمقابل نشر إعلام التيار الصدري مقاطع مصورة تبين لحظة إطلاق النار المباشر من قبل الميليشيات على أنصار التيار الصدري عند دخولهم للمنطقة الخضراء ووصولهم إلى القصر الجمهوري. فلنشاهد هذه الصور التي بثتها منصات تابعة للتيار الصدري. هذا بحكي
دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول هذا الموضوع ونقرأ بعض التغريدات على منصة فيسبوك. أم أحمد تقول: هكذا هو العراق، يتساقط فيه الشباب الأبرياء من أجل صراعات تنتهي بمصافحة الأيادي، لا نعلم من باع ولكن رأينا من يدفع الثمن. تقول: اللهم احفظ بلادنا وجنبها الفتن. أما فاطمة فتقول: ابتلينا بقوم إذا تشاجروا أفسدوا الزرع، وإذا تصالحوا أكلوا المحصول. تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. أما هذا كوين كما أسمت نفسها قالت: إش قد حيموتون ويضحون بأرواحهم وبعدين يصالحون السياسيين ويرجع كل شيء عادي ودمهم يروح. تقول: صراع السلطة ويروح بها الفقير. أما وسام حاتم الدفاعي فقال: الظلم ميدوم وأحزابكم يوما ما ستنتهي. نعم، معنا اتصال أبو علي من لندن. مرحبا بك معنا أبو علي. أبو علي، طبعا كما أشرنا بأننا لم نتأكد من صحة هذه المكالمة الهاتفية التي نشرت على منصات تابعة إلى الإطار التنسيقي وتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، المكالمة بين اليعقوبي وهو قيادي في التيار الصدري، وكذلك بين الأمين العام لمجلس الوزراء وكذلك هو قيادي بالتيار الصدري وهو حميد الغزي. اليعقوبي يصف بأن مقتدى الصدر يعني غير مستقر نفسيا ويطلب من حميد الغزي التدخل للاتصال بجعفر الصدر وهو ابن عم مقتدى الصدر لتهدئة مقتدى الصدر. ما رأيك لو صحت هذه المكالمة؟ ماذا تعني؟ هل الصدر مستقر نفسيا؟ نعم، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. طبعا هم ليش هم ما يعرفوا المقتدى الصدر ما مستقر؟ يعني هاي استوى جديدة عليهم دولة؟ هم وصلنا 20 سنة عفوا. نعم. هاي يطوب هاي يطلع، هاي يستقيل هاي يرجع الاستقالة، ويطبوا بالقطيع بالبرلمان، البرلمانيين أنا أسميهم القطيع، ويطلعهم من البرلمان. ليش استوى يعني جديدة هي هاي على مقتدى الصدر؟ بعدين يخلي يدخل جعفر الصدر، هو جعفر الصدر يحير يربط هذا كل شيء. ماكو هذا جعفر الصدر كل شيء ماكو هذا. عمي إذا مو قيادين الصدر زين يتدخلون ويعني يسوون لنا شارب هذا، يعني واحد زعطوب كل شيء ما يعرف يتصرف. معقولة هذا العراق العظيم يقود هذا مقتدى؟ يعني معقولة مصيرنا مصير العراق صار بيد مقتدى؟ والله عجيب يا جماعة عجيب. زين وين انتوا وين قيادين دول الكبار السياسيين الكبار؟ على اساس شنو انتوا ما عندكم سياسيين كبار؟ ما عندكم ناس مثقفين يا تيار الصدري؟ زين انتوا هذا ليش وقت يعني ليش وقت يظل يتحكم بالعراق؟ وهذا رجل ما عنده قرار اخي، ما عنده قرار. كلمه توديه كلمه تجيبه. هسه تليفون واحد حسن نصر الله الارهابي، تليفون واحد هسه غير رايه، تليفون واحد من كاظم الحاري غير رايه. اخي هذا ما عنده قرار. لكن هو لغايه الان وعبر تغريداته وعبر خطابه الأخير يصر بعدم الجلوس مع من وصفهم بالفاسدين، يقصد الإطار التنسيقي. نعم، هم كلهم فاسدين أخي. كلهم فاسدين. أنت إذا تقول يا مقتدى يا إذا أنت تقول ها تريد الإصلاح، أنا أن تعلن الاستقالة وتعتذر من الشعب العراقي وتطلب يعني تقول للشعب العراقي عني تيار الصدري بعد ما يدخل معاكم بالحكومة. هي كلها فاسدة أخي. نعم، قالها مرارا وبعد ذلك نعم. يعني
تراجع عن قراره. لا وشنو فاده؟ يقول هو يتراجع، يقول هو يتراجع، وهاي الحمير الويا. لا لا ارجوك، لا لا بدون هذا الوصف ارجوك ابو. نعم نعم انا مسؤول على كلامي استاذ حبيبي. ماشي بس لا نسمح بهذا الاستخدام، تفضل. مو مشكله على راسي. سلم ولا راسي. الويا هي يطبون وهي يطلعون، هي ينزعون الجبل. وين على قاعدين بالحرس هذي يا عمي؟ تنزع الجبل وتطب الجبل. نعم. مبرلمان ودديه وعالم وعلى اساس منتخب من قبل الشعب العراقي، على اساس هو منتخب من قبل هاي الميليشيات. نعم نعم. أنا أشكرك أبو علي من لندن كان معنا. معنا أبو زهراء من واسط، تفضل أبو زهراء. أبو زهراء انقطع الاتصال مع أبو زهراء من محافظة واسط. دعونا نذهب إلى ملف آخر، حيث انتشر مقطع رصدته إحدى كاميرات المراقبة في إحدى محاكم الاستئناف في محافظة نينوى. رصدت لحظة قتل موقوف على يد عنصر في ميليشيا الحشد يدعى بسمان حسن، حيث أطلق الرصاصة على الموقوف مشعل أحمد عماش داخل المحكمة. فيما أكد المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب بأن الميليشيات لا تزال تقوم بعمليات قتل خارج القانون. دعونا نتابع هذه الصور التي انتشرت كذلك على منصات التواصل الاجتماعي. جريمة في المحكمة. احنا لو عندنا هذا الموضوع نعم. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي حول هذه الحادثة. نقرأ بعض التعليقات على فيسبوك حول هذا المقطع الذي رصدته كاميرا المراقبة. هادي ياسر قال: لو القانون قوي وصارم ما صار اللي صار. يقول: من أمن العقاب أساء الأدب. أما أشرف العبيدي فقال: تتجسد هيبة القانون في هذا المقطع. أما سرمد النعمان فقال: منتسب بالحشد، إيش عنده داخل محكمة الجنايات وسلاح هوية؟ يسأل متعجبا. أبو أحمد البياتي: هذا يدل على عدم وجود دولة. نعم، هذه التعليقات. طبعا كانت التعليقات كثيرة والتساؤل كيف استطاع هذا اختراق الحمايات في المحكمة وهو يحمل السلاح ويدخل إلى محكمة ويقوم بقتل موقوف من المفترض أن يحاكم في هذه المحكمة. معنا اتصال أبو عمر من بغداد. أبو عمر، قبل أن أسألك حول هذا المقطع أعود إلى الملف الأول وما تم تداوله، وقيل بأنها مكالمة هاتفية جمعت القياديين اليعقوبي والغزي، وهو يتحدث الأول يتحدث مع الغزي ويقول بأن مقتدى الصدر غير مستقر ويطلب من الغزي أن يتصل بجعفر الصدر للتدخل على هذا الوضع، ويقول بأنه يعني عندما يكون غير هادئ يقوم بكتابات أشياء كما يقول اليعقوبي ما أنزل الله بها من سلطان. طبعا كما أشرنا بأنه لم نتأكد من صحة هذا التسجيل أو توقيت هذا التسجيل. تفضل أبو عمر. حياك الله أستاذ عمر المحترم، وحيا الله قناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. بك. نعم، يا أهلا بك. حياك الله أستاذ عمر. إحنا نعرف كل زعماء الميليشيات اللي بالعراق اللي جو من 2003 ولحد الآن ناس ما يمتلكون روح الوطنية ولا الثقافة ولا المبدأ اللي هم جايين به من أجل العراق. كلهم الأحزاب اللي موجودة وسلطة الأحزاب وبما مقتدى الصدر
كلهم ناس يعني ما احترمات للشعب العراقي. هذول المفروض الشعب العراقي كلهم يخرجهم من هذه الحكومة ومنطقة الخضراء، لأنه ناس نزلوا قيمة العراق وهيبة العراق أمام الدول العربية أمام الغرب، لأنه ناس ما يتعرفون يتكلمون، ناس ما عندهم لا ثقافة ولا فهم بإدارة البلد وأمور الموجودة اللي عندنا بالعراق من 2003 لحد الآن. ناس يعني تلقاهم ساعة جينين ساعة تلقاهم مو جينين، ساعة يقاتلون متظاهرين ساعة يقاتلون أبنائنا في الغربية ومنطقة سامرة، وناس مرة تلقاهم يكونون مع الإصلاح ومرة تلقاهم يخرجون تظاهرات ومرة ينسحبون. فهذه ناس يعني نزلت قيمة العراق وهيبة العراق. تمام أبو عمر نفس، أنت يمكن ما شفت المكالمة الهاتفية اللي جمعت اليعقوبي وحميد الغزي أو ما سمعت بيها؟ أستاذ أكيد شفت المكالمة أستاذ. نعم. هذه نعم. المكالمة على أنه إذا كان لها صحة إن صحت قال اليعقوبي. شو الدلل؟ الدلل أستاذ يعني على يعني العراق من هيك ناس يحكمونه وشوضع وهيك عقلية وناس يتكلمون وراهم بأنه أن الهدوء من عده من ابن عم الصدر أن يحكي شوية مقتدى ويحكي. يعني للأسف أنه العراق من توصل هيك مراحل ناس يترجونه بأنه أن يهدى بأنه أن يكف من عمايله اللي الإجرامية وعمايله اللي باطلة وعمايله اللي ما تتحقق للشعب بالعراقي، سوى الخراب سوى التدمير. فهذه للأسف من نسمع إحنا كعراقيين من نشوف هيك ناس وهيك قادة وزعماء، يعني هذه ما ممكن إنه نعترف ببلدنا ونعترف إنه ناس حكمة. يعني العراق أصبح بوجه يعني وجه غير وجه بذول الأمان اللي حكمونا من أزل يعني لحد الآن. يعني ما معقولة إنه ناس نترجاهم بأنه يصيرون جينين. فهذه عيب على هيبة الدولة وقيمة العراق. والعراق أساساً أنه ما حكمته قبل هيك ناس وهيك ناس، يعني من أحزاب سلطة اللي نزلوا الشعب العراقي. نعم. نزلوا كرامته نزلوا مكانته أمام العالم. أبو عمر في حالتي يعني إن كان صح التسجيل أو لم يصح يعني للشخصين المذكورين في المكالمة الهاتفية ونشر عبر يعني منصات تابعة للإطار التنسيقي، هذا مو يدلل بأنه الشرخ كبير وأنه واحد يضرب بالثاني؟ ليش ينشرون هذا الأمر وإن كان صحيح؟ وإن كان مو صحيح فهذا يعني يهدد الأمور فيما بيناتهم ونعود إلى الصدام مثل ما حصل يوم الثلاثاء الماضي. نعم أبو عمر، أبو عمر تسمعني؟ نعم، انقطع اتصال مع أبو عمر من بغداد. شكرا لك أبو عمر. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة وملفات أخرى وعديدة سوف نناقشها معكم بإذن الله. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد، معنا اتصال رعد من واسط. تفضل اخي رعد. وعليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. حياك الله يا شلونك. يا هلا بيك يا هلا بيك، اهلا وسهلا، الله يقويك. انا وياك رعد من واسط.
حياك الله. تفضل. في اليوم خطط اليوم الحدودية من نابي الزرباق مدينة الزرباق. نعم. اي والله العظيم نكون نشوف اليوم بدون جواز وبدون سجة حتى يعني خطط اهم شيء. نعم. اقدر اصعده اخاف كثيرة. يعني تقصد اعداد كثيفة دخلت عبر المعبر المعبر من ايران بدون جواز؟ نعم بدون جواز. جواز. اي والمرورية ايراني. ما يحترم طرد من المرور العراقي. نعم والله العظيم اليوم شوف بعيد. ما صورت رعد ما صورت فيديو؟ والله ما صورت انا خاف. شقد تقريبا الاعداد يعني تقريبا شقد اللي شفتها؟ دخلت علينا حد الان 4 ملايين زاد. نعم زين شنو المشكله برايك اذا ما يكون عمل منظم انه يدخلون بشكل سلس لكن من خلال لا. ضوابط من خلال ضوابط من خلال جوازات من خلال امور اخرى ليش ما يصير هذا الشيء؟ ايش تسوي؟ ابشع على من علم يعني هسه اليوم العراقي اذا اريد يروح الايران يقدر يدخل بالبطاقه؟ والله لازم جواز. نعم الباب هذا الباب مالتهم ايراني مو بينات اكو تحول وداريات وهاي يحاولون والله العظيم ما دخل لا ما ما يكمل الحمل مال. نعم هاي حاجين ممنوع يدخل واحد هنا على قطع عليه داخل من انا ما نعم راد تدخلت دخلت اليوم الاسعار تقريبا فوق ال 200 سياره بس اسعار ما حد. نعم أنا أشكرك رعد من واسط كان معنا وأعتذر لأن صوتك يقطع. معنا أبو عبد الله من أربيل. مرحبا بك معنا أبو عبد الله. ألو يا هلا بك. تفضل أبو عبد الله. والله بالنسبة للموضوع ما تسريب شو يسمى بالضبط يعني إذا ضد الصدر يعني جماعة التنسيقية صار تنسيقي صوتك هم يقطع ابو عبد الله. الو الو حط لعبه. نعم ماشي ماشي ابو عبد الله حاول تتصل بنا مره ثانيه. نذهب الى ملف اخر حيث كشف عضو هيئه النزاهه النيابيه هادي السلامي بان قيمه الفساد في عقد السله الغذائيه بوزاره التجاره تصل الى 151 مليون دولار شهريا مبينا بأن لجنة التوزيع رفعت من سعر عقد السلة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء. وقال السلامي بأن من إحدى قضايا الفساد في عقود سلة مفردات البطاقة التموينية هو احتساب 41 مليون عراقي على أساس التجهيز لافتا إلى أن العدد الحقيقي غير ذلك نظرا لوجود أسماء محجوبة بين الموظفين وأفراد الجيش وغيرهم طبعا أضف إلى ذلك منهم خارج العراق. وأضاف بأن حصة الفرد العراقي من سلة مفردات البطاقة التموينية كانت 6 دولارات مردفا بأن الشركة العامة لتوزيع المواد الغذائية قامت شهر حزيران الماضي برفع السعر إلى 9 دولارات من تلقاء نفسها دون الرجوع إلى مجلس الوزراء. دعونا نشاهد ما قاله النائب هادي السلامي عبر إحدى القنوات التلفزيونية وهو يتحدث عن الفساد في وزارة التجارة في العراق فلنتابع. عقد فيه كثير من قضايا الفساد على سبيل المثال مفردات البطاقة التموينية يتم احتساب 41 مليون عراقي على أساس التجهيز في حين أن العدد الحقيقي ليس 41 مليون عراقي لأنه كثير من الموظفين تم حجب أسمائهم. المبالغة في الأسعار على سبيل المثال سعر الرز نوعية رديئة نوعية تايلندي أغلب العوائل العراقية لا تستخدم هذا الرز هو يعني لا يستخدم الاستهلاك البشري. موضوع ثاني مبالغة في الأسعار البقوليات
الأغلب العوائل العراقية لا تستخدم الحمص المجروش، وهو يباع أغلبها إلى استخدام العلف الحيواني. فهناك مبالغة في الأسعار، هذا أحد الطرق هي المبالغة في الأسعار. المبالغة في الأسعار قيمة مفردات السلع الغذائية للمواطن العراقي 9 دولار. هذا المبلغ في قضية فساد كبيرة. مفردات السلع الغذائية لكل فرد عراقي لا تكلف 9 دولار. دعونا نتابع صور الوثائق التي تكشف حجم الفساد في وزارة التجارة وعقود السلة الغذائية كما تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي. هنا يعني هذا الكتاب إلى جهاز الادعاء العام السيد رئيس الجهاز المحترم، الموضوع الفساد، نعود إليه الفساد وهدر المال العام في عقد مشروع السلة الغذائية في وزارة التجارة. يقول: نرفق لكم كافة الأوليات والوثائق والعقود التي تثبت عمليات الفساد وهدر المال العام في عقد السلة الغذائية في وزارة التجارة، حيث تصل قيمة الفساد في عقد مشروع سعر السلة الغذائية الشهرية الموزعة للشعب العراقي إلى 151 مليون دولار و800 ألف. ونظرا لأهمية الموضوع لأنه يتعلق بقوة الشعب العراقي وحقوقه، وحيث أن الأفعال المذكورة تشكل جريمة إضرار عمدي بالمال العام ومعاقب عليها وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي، لذا نطالب بتحريك الدعوى الجزائية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقصرين في الوزارة المذكورة أعلاه، ومفاتحة ديوان الرقابة لإكمال التحقيقات المالية والإدارية. نتابع ما جاء في هذا الكتاب، طبعا كتاب بتاريخ 13 من الشهر السادس من هذا العام. هناك نقاط ذكرت بأنه ضعف الرقابة على مطاحن القطاع الخاص نتيجة زيادة أعدادها بشكل غير مدروس، مع قلة الملاك الرقابي في مقر وفروع الشركة وعدم وجود ملاك رقابي في فروع إقليم كردستان، وقلة أعداد السيارات المخصصة، كذلك عدم الرد على تساؤلات ديوان الرقابة المالية في الصفحة 30، وهذا خلاف المادة الثانية. يتابع: بعد ذلك تم توزيع مفردات السلة الغذائية بنوعية رديئة وغير مطابقة للمواصفات الصادرة من جهاز التقييس والسيطرة النوعية، كالرز التايلندي وزيت السندس المخلوط بزيت فول الصويا، والذي يستخدم في أغلب الأحيان للاستهلاك غير البشري وفيه رائحة كريهة، وكذلك توزيع مادة الحمص المجروش والتي لا تستفاد منها العائلة العراقية. أضف إلى ذلك بأن بنود العقد أن يكون زيت الطعام مخصص للعائلة. تصدير الرز المحدود وفق الإنذار الصادر من كاتب عدل الباب الشرقي ذي العدد كذا، والتقصير والإهمال وهدر المال العام الحاصل في عدم تنصيب المجارش الحكومية بين قوسين السويسرية في سايلو الكوفة والشامية منذ 2001، والتي لا تزال تتعرض للاندثار، مع العلم بأن عمل المجارش لو تم تنصيبها تكون ذات جدوى اقتصادية وتوفير الأموال لخزينة الدولة. مخالفة تضمنت تسمية مدير عام الرقابة التجارية، وهو جهة رقابية، وتكليفه كمدير عام للشركة العامة للحبوب الوكالة. مخالفات كثيرة طبعا ذكرها الكتاب، ويخسر بسبب الفساد. هنا كذلك عرض للأسعار بأنه 9 دولارات مبلغ كبير بمقابل ما يتم توزيعه، وهنا يذكر لي 40 مليون عراقي. والحقيقة يعني لو احتسبنا هناك أكثر من 7 ملايين عراقي هم خارج العراق مهاجرين. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول هذا العدد الكبير أو المبلغ الكبير، يعني 151 مليون دولار شهريا فقط في السلة الغذائية، فقط في السلة الغذائية. أبو عمر الحسن يقال: والله لا الدهن ولا التمن ينكال يعني يؤكل. يقول: الله وكيلكم، والبقوليات حدث ولا حرج. يقول: الله لا يوفق مسؤول التجارة. أحمد العراقي يقول: مو أنتوا السبب، وين الرقابة، وين الملفات، كلها كذب بكذب.
يوسف يقول أفسد وزارة هي وزارة التجارة والكل يعلم بذلك، بس للأسف ما حد يحكي، التم غير صالح للبشرية، وكذلك الحمص، وأكو شيء ثاني بعد ما ينطون فاصولية وعدس ينطوك لو فاصولية لو عدس، يقول مادة واحدة وهو كاتب مادتين ويأشر على مادتين. محمد الشيخ طاهر الساعدي يقول بصفتي مواطن أطلب الشكوى ضد وزارة التجارة ومسؤولين الاستيراد والتصدير للمواد الغذائية وإنزال عقوبات الإعدام وليس السجن. نعم، معنا أبو عبد الله يعاود الاتصال بنا من أربيل، أجدد الترحيب بك معنا أبو عبد الله، تفضل أبو عبد الله. الله يخليك، من بك أستاذ عمر، يا هلا بك، الله يحفظك. الله يخليك. بالنسبة للتسريب هذا الحكي، أنا طبعا جماعة الطائر التنسيقي والحشد وما حشد الميليشيات هاي ما أحبهم أصلا، يعني ما أحبهم، بس أنا يعني أأيد هالحكاية هاي، لأن السيد الصدر شوية يعني مو إنسان طبيعي، يعني شلون؟ يحمل سرعة يبرد بسرعة، مو طبيعي يعني ما مستقر على رأيي. أنا ما أدري، أنا مو دكتور نفسي، نعم. بس أنا حسب ما شايفه حتى بالخطب، خطب الجمعة يأتي فيها وشغلاتها هم يتنفذ بسرعة وضايق بسرعة يعني، وشايف إنه يتحجوا يعني أكلهم. بالنسبة للحص والصحة أستاذ، نعم. الحشد وجماعة الميليشيات هاي هم طابين بكل وزارات، نعم. طاب خليلهم مدير عام هناك بس يخرب يعني، بس يبوك يعني عندهم يعور، ترى الفصائل والميليشيات هاي مو شرط اللي يشيل سلاح استاذ، ولا من ما عندك انت خدمات المستشفى هم قتلك في الفرق، ما عندك كميه مضبوطه. استبدك اني بمركز 15 على ناحيه قشطه يسموها بربيل، اني من بدايه السنه لحد الان مرتين مستلم طحين، مع العلم اني 7 انفار 8 انفار نعم اشخاص، ولحد الان مستلم شهرين فقط. يعني هذا فساد اخر، هذا فساد اخر. ومنذ سنوات موضوع انه عدم توزيع البطاقه التموينيه بشكل صحيح وبشكل دوري على الاشهر. زين، اذا احنا اذا احنا 151 مليون دولار، هذا المكتشف، ها المكتشف والمعلن، و9 دولارات على 40 مليون، وتدري انت كم مليون عراقي عايشين برا العراق، وكم مليون عراقي داخل العراق ما يستلمون وجبه. وين الحكومه؟ وين محاربه الفساد؟ استاذ عمر، نعم استاذ عمر، نعم. احنا لما نروح هسه، انا مره حكيتها قلت تروح لابو الكميه، لما تاخذ الكميه ليش؟ نعم. يقول لك، نعم. يقول لك الشكل خلاص يا بالجلد في العراق، نعم. يعني الشعب العراقي يفهم، تروح يمه يقول لك الشكر مال الدعش، مال شهر الدعش، التمن مال الشهر الخامس، الزيت مال العام الشهر السادس، تعال جيب لي الكمبيوتر يحل لي هالمشكلة هاي. هذا يبوك من عندي واني ما ادري استاذ، نعم. يبوك مني واني ما ادري يعني السرقة صار من اعلى الهرم الى اصغر موظف. ايه هو باح، هو الكبير اذا ما يسوي شغلات، نعم. الصغير يخاف يسوي يا استاذ. احنا قبل كان باح. بالنسبه للسياح هذا سولفت عليه الطاق، انا كنت عسكري كنت بالجبهه، نعم. استاذ السياح يمي لما ناخذ الاجازه تدخلني بالخلفي السياح مال عقبه ناس وانزل مدني، تحسبني مدني لا بتعسكري صحيح، بس ما شايل اي سلاح. والضابط كان يشيل فقط مسدس يشيل الضابط، وهو اذا طب الدوائر يعوق المسدس ماله بالاستعلامات، نعم. يطب مدني حسبه المفروض يعني، نعم. مو يجي هاي الحشد، الحشد والله السابق كل شيء بلا خمينه خلعتها، نعم. ولو بس باختصار ارجوك، نعم نعم استاذ احكي واحده بس دقيقه واحده لا تصلي مجال استاذ. هذا حامد الموسوي طبعا ايران هسه محتله العراق، يقول شلون محتله؟ حامد الموسوي نصا حجاب لقاء على شاشة التلفزيون قال نسوكم سوق يعني على اقليم كردستان، عندنا 6 ألوية للحشد يعني ايران، يعني 6 ألوية ايران محاصره كردستان، محاصره الغربيه وغير الغربيه. استاذ هو حجاب
عشان قالوا السوق مسوق، يعني شنو السوق مسوق؟ انت شنو السوق غنم؟ السوق غنم السوق مسوق؟ نعم استاذ، هاي شغلت السلاح. وشوف هذه الاخير، هاي مال الاربعينيه، تدري تقدم الحرس الثوره سطابين وجاهزين اسلحه موجوده بالحرس، يسلم السلاح الى رقاته. نعم. روح اقصد، روح يسوي بمناسبه حرسات زياره الأربعينية مع الإمام الحسين عليه السلام. عليه السلام. أنا أشكرك أبو عبد الله من أربيل، كان معنا محمد من بغداد. مرحبا بك معنا محمد. محمد يا أهلا بك، تحية لك ولأخوانك. حياك الله، أهلا وسهلا بك دكتور. ما يعني كل الأزمان اللي صارت بالعالم بالقرون الماضية، يعني حسب ما قريت كتب وحسب ما شاهدت، ما شفت هاي الحالة مثل العراق. يعني هل أكو شخص يريد يغير نظام أو يريد يسوي تغيير حكم؟ هل من المعقول أن يأتي إلى المكان اللي يريد يغيرون به الحكم وبعدين يقول انسحب؟ يعني هاي ما صايرة ولا دائرة، لا بلاد الماسع مال بلاد المجر ولا بلاد القرون الوسطى ولا العصور الحديثة. هاي ما صايرة أبدا. والشغلة الثانية، إذا بغض النظر عن مقتضى الصدر، يعني أي إنسان هو مو متزن أو هو عنده اختلال ذهني أو عنده مرض نفسي، وهو مبين يعني هو الرجل يعني يعاني من بعض الأمراض النفسية أو هو مو متزن. شلون وصلت يعني إلى هذه النتيجة أخي محمد؟ يحتاج دكتور نفساني. هو دكتور المهم شلون؟ ليش هاي الناس؟ ما سمعتك أخي محمد. أقول لك يحتاج دكتور نفساني. دكتور هو هذا مقترح صدر، يعني حسب معلوماتك يعني يعيش حساباته، يعني حسب معلوماتك يراجع لو شنو؟ ما فهمت. لا هو يحتاج لدكتور. تقول يحتاج على مدى يعيش حساباته، يشوف هو هل يصلح كرجل دين او كرجل سياسه. هاي بحث اخر، هاي مشكلته هو. بس انا اعتدي على الناس، ليش تمشي ورا هيك الشخص؟ ليش تمشي ورا هيك الناس؟ يعني معقوله؟ مع احترامي للناس ومع احترامي للشعب اللي بعض الشعب اللي يمشون ورا كلام هذا الشخص، يعني مسويه مع احترام واحترامات، مسويه مثل القطيع مال الغنم. يعني قل له تعال روح مع الاسف. يعني والشغله الثانيه، هو من 2004 هو صار حكم جديده، يعني تيار الصدر هو بما يسمى الجيش المهدي سابقا، يعني صار له حكم كلهم بيديهم. شو اللي قدموه للشعب؟ شو اللي قدموه للدولة؟ يعني الخدمات كانت كلها بيديهم، الكهرباء والمي كل الوزارات الخدمية، شو اللي سووه؟ فهي دكتور هي شغلة معقدة بالوضع بالعراق. الشغلة أنا أقول لك، إلا أمريكا تجي تسوي تغيير بالحكم بالعراق عن طريق أمريكا، لأن هذول السياسيين ما يصير شيء بالبلد دكتور، يعني ما راح يغيرون شيء. أريد أسألك أخي، نعم أريد أسألك محمد، أخي محمد، يعني أبو عبد الله من أربيل قال أني من بدت هاي السنة لغاية الآن ما استلمت بس مرتين طحين. طبعا احنا تحدثنا ملف وتحدث به النائب هادي السلامي، قال 151 مليون دولار، هذه يعني هذا المبلغ هو مبلغ يذهب إلى جيوب الفاسدين شهريا. يقول يحسبون على المواطن العراقي 9 دولار هذه المواد اللي ما توصل للمواطن العراقي بالواقع، وحاسبين عدد السكان العراق على 40 مليون، يعني مبالغ كبيرة والمواطن ما محصل شيء. أنت ابن بغداد، شلون تشوف البطاقة التموينية؟ دعت تستلموها كاملة بها نقص بين شهر وشهر؟ تفضل. البطاقه التموينيه، يعني انا صار سنه ملاكين بطاقه تموينيه. شنو السبب؟ السبب هو ابو التموينيه من يدز عليك، يقول لك مثلا كل 6 شهور او كل 3 شهور مره، نعم، يعطيك 60 وتمن هاي كل 6 شهور، وبعدين يقول لك ورا 6 شهور تروح له يعطيك 5 طالة زيت حسب الافراد العائله. من كل هذا شنو؟ يقول لك والله مو هي الوزاره اللي بتزنه يجي. نعم. إذا أنا شو أسوي؟ أرفض هذا الشيء. يعني كل حاليا كوضع بغدادية أغلبية المناطق تيجي، وإذا يوزع التمن يعني ما يصلح للاستخدام المنزلي للغذاء. وهذا ما قاله النائب
هادي السلامي. أنا أشكرك أخي محمد من بغداد كان معنا. دعونا نذهب إلى محافظة البصرة ومع معاناة المواطنين هناك، حيث شكى أحد المواطنين عدم صيانة كسر في أحد الأنابيب قرب شط الزبير جسر محمد القاسم، رغم المناشدات المتكررة للأهالي هناك إلى الجهات المعنية دون الوصول إلى استجابة كما قال. دعونا نتابع هذا المقطع. هذا الأنبوب أعتقد من بدع يمكن، هذا شط الزبير جسر محمد القاسم، أعتقد هاي جسر محمد القاسم، هذا الأنبوب صار له كم شهر مكسور، ما أدري ماي مزاري، أعتقد ماي هذا شو ماي وين ماسك، هذا الأنبوب مكسور قرب مجسر محمد القاسم، ها شط الزبير وهاي الشوارع محفرة طبعا، هاي لا مسؤول ولا. نبقى في محافظة البصرة حيث وثق ناشط من هناك عملية الإهمال والتلكؤ الحاصل في صيانة جسر محمد القاسم وصعوبة مرور السيارات والشاحنات عليه والخطر الذي يهدد حياة المواطنين جراء إهمال صيانته من قبل الجهات المعنية وغياب أبسط مقومات السلامة. تعالوا نشاهد ما قاله هذا الناشط البصري. على طريق الشعيبي، بما أنه اليوم عطلة والازدحامات، هاي المقاولة مرشى عليها مكتوب عليها محافظ البصرة، هذا بالنسبة للشيش اليوم عودك جاي يطبقونه، صار لهم شهر من قصوه، كاتبين مدة المشروع، مدة المشروع 120 يوم، انت شايف يا محافظ البصرة الصبح هنا شي يصير، من يصير اكو دوام، جابوا الشيش بالنسبة لهم هنا وشمروه، هسه هذا جسر محمد القاسم جسر رئيسي، وهذا يعني هسه جابوا لهم ما ادري كم شيء وحطوا قطعه والشارع، بالنسبه للقطعه مالتهم مده المشروع شو تشوف يعني هسه هذا مقاوله جسر كله يخطب، الله وكيلك تعال شوف الاطنان اللي عليه، لو اقطع الجسر قطعه كامله وما اخلي العالم هنا واحد يقتل الثاني، يعني هم اللي من يطيحون من الجسر ويصير العالم، والله حادثة الجسر محمد القاسم، هاي العالم وهل واقفة بالسرة وسيارة تعبر من هنا، المن بالله تشتكي يا رب العالمين، يعني المن للبلدية، البلدية الزبير، للمحافظة، المن مثلا المن، هاي شنو ذنب هالعالم إذا طاحت بالشط، المن هسه تباعوا بحسين، هي هاي بليته ومنتهية بليته ومنتهية، الله وكيلكم، هاي باع لها مال جسر محمد القاسم، هذا كله مفتوح الجسر، باكر عقبه هذا من يجي له بالتريله وشايل مثلا 30 طن 40 طن، شلون بالله بهاي الوادي؟ حقيقة يعني مشاهد تعبر عن الوضع المأساوي الخدمي في هذه المنطقة من محافظة البصرة. إلى تعليقات الجمهور العراقي، يقول هاشم الإسكندر، يقول يعني دولة كلها صارت مقاولات، وين موظفي الطرق والجسور ما يقدرون يشتغلوا تنفيذ مباشر؟ أما حيدر فقال كل يوم الصبح ساعة ألا أعبر من وراء الازدحامات والجسر كله يهتز، بس الله يستر. أما أبو علي البصراوي فيقول لعد المسؤولين ما يمرون ويشوفون الجسور كلها خردة وتعبانة. أبو محمد والله جسر صفوان صار سنة من فلشوه وعافوه، وهذا الجسر الشريان الرئيسي للموانئ وطريق السريع، ولا راقب ولا رقيب، يقول أبو محمد. دعونا نذهب إلى الهاشتاج علوميون ينتفضون يا مجلس الخدمة، حيث عبر مغردون عراقيون على تويتر على هذا الوسم، حيث يطالب خريجو الكليات من كليات العلوم بتوفير الوظائف، ويطالبون الحكومة بتوفير هذه الوظائف وإنهاء التسويف الحكومي لمطالبهم المشروعة. تحت هذا الوسم يقول سيف أحمد، يقول مجلس الظلم كما أسماه، ضيعت من عمرنا عمر ومن فرحتنا قيمتها بسلبكم المستمر لحقوقنا، أما أنا الأوان لأن تكتفوا، فإن دعوات آلاف المظلومين في رقابكم،
أما مسلم فقال لماذا لا يتحرك مجلس الخدمة وفق آلية واضحة؟ لماذا هناك غموض في تعيينات العلوميين؟ لماذا لا يظهر للإعلام برنامج التعيين الذي لا تتدخل به الأيادي البشرية؟ هل حقا يعمل هذا البرنامج يتساءل دون تدخل بشري كما يدعي رئيس المجلس؟ أما سجاد فقال مجلس الخدمة بأحضان ورعاية من الأحزاب باعتباره الراعي الوحيد لهم بتوفير الدرجات الوظيفية من تحت الطاولة. عباس يقول مجلس الخدمة لا يزال يمارس الغبن عن هذه الشريحة المهمة، يقول الاعتصام أمام مجلس الخدعة كذلك كما اسماه الاتحادي قادم بقوة، علوميين ينتفضون يا مجلس الخدمة. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، قدمنا لكم العديد من الملفات التي تفاعل عليها عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي. نلقاكم يوم غد بإذن الله، شكرا لكم وإلى اللقاء في أمان الله.